السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين، كلشي بخير البنات. اليوم غندير لكم واحد البريوات بكاوكاو، كيجيو رائعين ومعلكين بحال تقولي انت بحال دايرين فيهم اللوز. عندنا واحد نص كيلو البنات ديال الكاكاو، ديال الكاوكاو، غادي نحمروه بحال هكا نجلوفو وغادي نطحنوه، وانا غنوريكم الطريقه ان شاء الله. بقاو معايا ما تمشيو فين هانتوما البنات. طحناه ترجع بحال هكا بحال العجين، باش ما نزيدوش فيه الزبده وما نزيدوش فيه ما نزيدو فيه حتى حاجه. غادي نديرو بحال هكا بحال العجين، نطحنو تيولي بحال العجينه هكا، باش غنديرو ان شاء الله البريوات البنات. ها نتوما بعد ما طحناه غنزيدو فيه واحد الخنيشه ديال السكر بنكهه الزهر. بلا ما نديرو، ما ديروش الماء، ديرو من الاحسن ما ديروش ماء الزهر، ديرو غير هاد الخنيشه احسن. حنا راه ما زدنا فيه حتى حاجه، لا زيت لا والو، غادي نصوبوه بحال هكا بلا زيت بلا سكر بلا والو، حيت ديجا البريوات راهم كيتقلاو وكيداروا في الزيت بلا ما نكثروا. هذا نديروا شويه القرفه صافي، نخلطوا داكشي الخليط ديالنا. هانتوما البنات الخليط ديالنا راه مخلط بحال دايره فيه الزيت. هانتوما كيتكور راسو، ما درت فيه لا زيت لا والو، غير طحنته مزيان. هانتوما بحال هكا، هادشي اللي غنديرو فيه، ما درنا فيه حتى حاجه، لا الزبده لا يديك لا يخليك. صافي دابا ان شاء الله غنجبدو الورقه ديالنا ونبداو نصوبو البريوات. هاد البريوات راه اقتصاديين زوينين، نديروهم في رمضان ان شاء الله هو جاي، الله يدخلوا علينا وعليكم في الصحه والسلامه. البنات هادو حتى هو الا بغيتي ديروا به محينشات راه تيجي به محينشات ان شاء الله. هل عندي الوقت راه ندير لكم محينشات حتى هما. انتما راه كيتلوى، شوفوا كي داير البنات. كورنا هذاك اللوز كويرات صغار، ها هما وجدناهم، وجدنا دابا الورقه. حنا عندنا هاد الورقه، صحاب اوروبا مسكره ما عندهمش هذيك الورقه ديال المغرب، المغرب اللي عندهم هذيك الورقه الزوينه. حنا عندنا هادي راه كنعديو بها. المهم بقاو معايا البنات باش تشوفوا كيفاش كنصاوب البريوات. كنقطعوها على النص وكنعاودو نقطعوها العبار اللي بغينا، نديروهم صغيورين. راكم عارفين البريوات ديال اللوز كيبغيو يجيو صغار. صافي كنديرو معقد هاد القد وكنبداو. هانتوما البنات كنديرو الشرائح ديال هاد الورقة وكنبداو نطويو البريوات ديالنا على هذا الشكل وكنزيرو. نتوما وكنديرو الطحين ولا البيض ولا اللي يعجبكم. الاحسن ديرو الطحين لان البيض كيدير الكشكوشه في الزيت ملي تكونوا تقليو، غادي يمحنكم. هادو هما البريوات ديالنا كيجيو زوينين. نتوما خصكم عاد تزيرو باش ما تخرجش الحشوه، باش ما يدخلش الزيت. بحال هكا مزيرين ونديرو ليهم بحال هكا، نطويوهم وكيجيو على هاد الشكل. نتوما كنبقاو نتبعو كلشي، كنديرو كلشي. هانتوما نديرو الطحين وكنبقاو على هاد الحال حتى كنكملو كلشي. هانتوما
هانتوما صافي كنكمل كل شيء كنكمله وعاد نتنقلي ان شاء الله. حنا بدينا كنقليو دابا ان شاء الله غنقليو هاد البريوات ديالنا. الكاسرونة عندي درت فيها الزيت بزاف، غندير كلشي تقلب دقه واحده. وغنبدا نقلب شويه بشويه صافي، قلية واحدة صافي. بارك عليهم البنات، هذه هي التحميرة ديالهم، شتو كيجاو. دابا غنديرهم في العسل صافي، بارك عليهم، طفيو الغطا عليهم، صفيوهم، اللحوم في العدس، اللحوم في العسل. العسل يكون بارد البنات، شوفي مقرمشي. نخليهم مرقدين واحد 10 دقائق وعاد نحيدهم صافي. نقطة واحدة نتوما، نضغطو عليهم بحال هكا صافي. نخليهم واحد 10 دقائق ومن بعد نخرجوهم. هما البريوات ديالنا، ان شاء الله نتلاقاو في التقديم، قدموهم. هما البريوات ديالنا بكاوكاو، اللي ما عندوش اللوز يدير كاوكاو، ما كاين مشكل، كيجيو بنان البنات. هذا هو الفيديو ديالنا ديال هاد البريوات اللي عمرتهم بكاكاو، شوفوا كي جاوا رائعين. كنتمنىهم يعجبوكم، ولا عجبوكم لايكيو كما دائما، خليوا لي التعليق، قولوا لي كي جاوكم. نتمنىكم تطبقوهم ديروهم، راه ساهلين واقتصاديين. الى اللقاء، الى الفيديو القادم ان شاء الله، شكرا.